بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 4، شوف المقطع الثالث، Classification of Fluid Flow. شوف الانترنال والاكسترنال فلو. لاحظ في عندي هنا هذه البايب، الفلويد فلو اللي يجي خارجها هذا نسميه external flow، unbounded fluid over the surface على السطح من خارج. أما اللي هو يجي من هنا للداخل ويطلع، ما يطلع إلا من هنا الناحية الثانية، فهو نسميه internal، وهو bounded by solid surface، فهو محاط بإيش؟ بالsolid surface اللي هو البايب هنا. بعض الأمثلة: water flow in a pipe is internal flow. Air flow over ball is external flow. The flow of liquids in ducts is called open channel flow. If the duct is only partially filled with the liquid and there is a free surface. إيش معنى هذا الكلام؟ لاحظ في عندي هذه البايب هنا، هذه البايب، لكن لاحظ ما هي معبية من الليكويد الموجود فيها، موجود بس في جزء منها، في هنا إيش؟ منطقة حرة، free surface. هذا إيش نسميها؟ نسميها open channel. هلا بدنا نشوف الفرق ما بين اللامينر والتربيلانت. لاحظ هنا بدنا ناخذ، إذا نقول عندك هذه حنفية فتحت فيها، فتحت يعني بسرعة منخفضة طبعا، والمادة الموجودة فيها، أقول مثلا مادة لزجة زي أويل، زي زيت مثلا، لما تفتحها بسرعة منخفضة فإنك تلاحظ أنها إيش؟ تمشي سموثلي. إذا هذا الفلويد فلو نقول أنه إيش؟ هايلي أوردرد، منتظم، كاركترايزد باي سموث لاير، اللاير فيه سموث of fluid. The flow of high velocity، لاحظ high viscosity عفوا، هذا يحصل دائما الفلويد اللي تكون الفيسكوستي لزوجة تبعهم عالية مثل الأويل، وتكون السرعة تبعه كمان منخفض. التربيلنت فلو هو عكسه، لاحظ أنا هنا عندي هذه الحنفية، قول مثلا حطيت فيها موية هنا مثلا وفتحتها، لكن فتحتها يعني للآخر، فصارت سرعته يعني كبيرة جدا، وبالتالي صار متبعثر يعني في كل مكان، يعني في تيربلنس. أو مثلا واحد من الأمثلة عندك الشغلة هذه اللي تزود بها الرياح في كفرات السيارة، هذه لما تفتحها تلاحظ أنه الهواء أنه يمشي في كل اتجاه، فهذا highly disordered يعني غير مبعثر يعني وغير منتظم. Fluid motion that typically occur in the high velocities، طبعا والسرعة تبعه تكون عالية جدا، والvelocity fluctuation تكون هي الخاصية تبعه. طبعا هذا يحدث في الفلودز، في الغالب في الفلودز اللي هي الفيسكوستي تبعها منخفضة مثل الهواء، وفي حالة السرعات ما تكون كبيرة. Transitional flow هو alternate between being laminar and turbulent، يعني هو يعني يتدحرج ما بين الاثنين، مرة turbulent مرة laminar، فهو منطقة ما بين المنطقتين. natural و forced convection. natural forced، أولا forced convection نعرف أنه، لاحظ أنه عندي هذه البليت ساخنة ودي أبردها، أخذ فان وأبعث عليها fluid flow، يعني معمول فورسد يعني أرغى من الهواء أن يمشي في هذا الاتجاه. الناتشرال فلو سببه هو البوينسي افكت، لاحظ هذه البليت ساخنة، اوكي، ايش اللي حيحصل في الهواء المحيط بها؟ هو وحده يعني بدون ما تكون في قوة خارجية زي الفان أو بامب، الهواء هذا لما يسخن حيبدأ يطلع فوق لأنه كثافته قلت، وهواء ثاني البارد اللي كان فوق يرجع محله، ولما يسخن يرجع نفس الشيء يطلع فوق. هذه القوة نسميها البوينسي افكت، وهي المحرك لهذا الكونفكشن هنا، لهذا الهواء اللي بدأ يتحرك. استدي وان استدي فلو. استدي شفناها قبل، قلنا ايش؟ no change at a point with the time،
أنستدي هي عكسها. يونيفيرم قصده بها no change with location over the specified region. البيريوديك refer to kind of unsteady flow in which the flow oscillates. دحرج about steady mean. أغلب الأجهزة مثل التيربين والكمبريسور والبويلر الغلاية والكوندنسر هيت اكستشينجر هذه operates for a long period of a time under the same condition. لاحظ same condition and they are classified as steady flow. هذه تعتبر steady flow. إذن هنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.